فأنت عم تشوف إنه العدالة العاطفية مش عم تحقق مع هالشخص. لا، ممكن يكون هو عم يحاول إنه هالشخص ممكن يكون عم يحاول إنه يكون متوازن، ولكن أنت على الصعيد العاطفي عم تحس إنه أنت اللي عم تعطي أكتر من هالشخص، أو أنت عندك مشاعر تعطيها أكتر من الشخص. بالنسبة لخطوتك في المستقبل، عم شوفك عم تحاول، في عندك كتير ستات، وفي عندك جاستس كايل بلوفرز، في عندك كتير كروت بترمز إلى إنه أنت عم تبحث عن التوازن، أو أنت أو الطرف الآخر محطوط بمطرح إنه في عندك لازم تختار بين شيئين. وعم شوف انتو طاقتكم المشتركة حاليا عم الأمور بينكم stagnant أو متوقفة، أو ما في حكي، ما في حركة بالعلاقة، ما في انرجي أو طاقة عم تتحرك. انت خطوتك بالمستقبل عم شوفك بدك بداية جديدة، ممكن تكون مع هالشخص، ممكن تكون بداية فقط جديدة مع شخص آخر، أو حتى سنجل، أو حتى ما بدك تفوت بعلاقة من البعض منكم، لأنه أنت عم تبحث عن التمبرنس، عم تبحث عن الشفاء، عم تبحث إنك تداوي حالك وتشافي حالك من الموقف اللي أنت فيه. عم تبحث أيضا على علاقة يكون فيها توازن بالأخذ والعطاء، ولكن عم شوفك بالمستقبل طاقتك كتير مختلفة عن بداية القراءة، عن طاقتك الحالية. حاليا أنت ممكن تكون بوضع شوي محبط عاطفيا، ولكن في المستقبل في عندك اوبتيميزم، او عندك تفاؤل اكتر، او نظرتك رح تكون ايجابية اكتر. فحتى ممكن تمر بمرحلة مثل التنوير في حياتك، وبالفترة القادمة رح تمر بمرحلة من التنوير. انا اشوفك ايضا عم تحاول تاخد الامور ببساطة بالمستقبل، راح تحاول تكون دبلوماسي أكتر، أو تتفهم في وضع الطرف الآخر أكتر. أنا عم شوفك يعني عم تتركها تيجي مثل ما تيجي. بالنسبة لخطوات حبيبك بالمستقبل، حبيبك في عنده شغل كتير، أو الشخص اللي عم تتعامل معه في عنده شغل كتير، سول وورك أو شغل روحاني على حاله، لأنه يعني هالشخص متناقض جدا بنفسه من جوا، متناقض، عم يمر بكونفليكت أو عم يمر بصراع داخلي، ومشان هيك بيعكس على العلاقة بتصرفاته معك، لأنه هو عم يحاول يجمع أكبر قدر من المعلومات اللي ممكن تساعده في اختيار قرار يكون عادل. هالشخص ما بحب الوضع اللي هو فيه حاليا، هو يعني مش نيته إنه يكون متقلب المزاج، ولكن هو من جوا بيحتاج إلى الشغل، بيحتاج إلى جلسة مع الذات مثل ما بنحكي، لحتى يفهم هو وضعه شو، هو شو بيريد، ولحتى يعرف يحل الصراع الداخلي اللي هو عم يمر فيه، مشان ما يعكس هالإشي على العلاقة. ولكن عم شوفكم انتو في المستقبل
يعني عم شوف انت الشخص اللي مشاعرك اكبر بالعلاقة من هو شخص ممكن يكون بالغالبية وجهه هوائي، لانه شخص بيحب يحلل الامور بطريقة منطقية، ممكن تكون منطقية زيادة عن اللزوم او اكتر مما برج السرطان بيحب. ممكن انت بدك منه ردة فعل من الناحية العاطفية. عم شوف أغلب كروتك عاطفية وأغلب كروته منتل أو عقلية، فهالشخص عادة بيقترب للأمور بطريقة تحليلية، وكأنه يعني عم يحل مسألة أو عم يحاول يفهم مشكلة أو شيء معين. بعكسك أنت قراراتك اللي بتاخدها بتكون مبنية على عواطف، على أنت شو بتحس من جوا. ممكن يكون الوضع بالنسبة لإلك مش كتير منطقي مثل ما هو هالشخص بيحل الأمور أو بيفكر بها الطريقة. عم شوف أيضا طاقتكم المشتركة فيه رح يكون في هدوء بينكم، مش رح يكون في حكي كتير، في الطاقة بينكم ستانيونت، ولكن عم شوف إنه هو اللي أكتر بيحاول يتقص أخبارك أو يعرف معلومات عنك أكتر منك أنت. عم شوفك أنت مركز على روحانيتك أكتر، على حالك أكتر، على شغلك أكتر، يعني على تطوير ذاتك أكتر مما هالشخص مركز على إنه يفهمك أكتر أو يفهم شو الغلط اللي صار بالعلاقة أو ليش صار هيك. بدنا نسحب كروت توضيحية نشوف هالشخص شو هو الإشي اللي هو بصراع بأمره. ممكن يكون شخصين، ممكن يكون علاقتك أنت معه وطبيعة شغله أو إشي مثل هيك، بس بدنا نوضح شو هو الشيء اللي هو من جوا داخليا عم يمر بالصراع من أجله. طيب فهالشخص حاليا بفترة أو بده يدخل بفترة هدنة، أو عم يبحث على نوع من الخلع أو العزلة لحتى يفهم وضعه أكتر، ولكن الشخص هيدا متناقض جوا حاله، أو الشيء اللي هو يعني مضايقه أو مش عارف يوجد له الحل هو إنه عم بعتقد إن الشخص ما بيعرف يتصرف مع مشاعره، أو عم يحاول يحلل مشاعره أو يوجد تفسير منطقي للمشاعر اللي هو بيحس فيها. فبالغالبية البرج اللي أنت عم تتعامل معه برج هوائي، لأنه يعني المشاعر عادة ما بتتحلل، ما بتنفهم، هي بتنحس فقط، ولكن هالشخص عم يحاول إنه يفسرها، إنه ليش أنا عم أحس هيك؟ ليش عم أحس إنه هالشخص هو شريك حياتي؟ هالشخص هو سول ميت؟ ليش أنا بدي أقدم لهالشخص عرض حب ولكن يعني مسبب له صراع داخلي أكثر مما هو خارجي؟ هالشخص عنده صعوبة جدا بالتعبير عن شو هو بيحس، بالذات إذا كانت يعني إشي بتخص المشاعر. هو بيحب يظهر بصورة شخص كتير متوازن، شخص كتير مش إكستريم أو ما بيميل لأي كف أو لأي جهة، ولكن من جوا مشاعره فياضة، ولكن صعب عليه إنه يعبرها أو يحكي فيها. طيب بدنا نشوف
في المستقبل هل رح يصير في بينكم تواصل؟ لأن بين الوضع الغالبية منكم فيه سكون فيه هدوء، ما عم شوف فيه مشاحنات أو في مشاكل صارت بينكم، ولكن في انقطاع بالتواصل. فبدنا نشوف هل رح يصير في تواصل بينكم. انتوا الاثنين بالمستقبل رح توصلوا الى، في عندكم شغل رح يصير بالمستقبل، شغل بالعلاقة او باستمرارية العلاقة بارتباط بالعلاقة. عم شوف ايضا في طرف منكم، اذا كان في بينكم صراع على السلطة بالسابق، في طرف منكم هو اللي رح ياخذ زمام الامور بالعلاقة. ما بعرف مين رح يكون الطرف، ولكن في طرف رح ياخذ هو زمام الامور بالعلاقة، وعم شوف في مجهود رح ينحط كتير عالي، برغم انه هالكرت بيرمز احيانا عن مجهود بنحط، ولكن ما بيعود بالنتيجة اللي انت بدك اياها، ولكن المجهود اللي رح ينحط. يعني الوضع هون بالمستقبل بيحكي انه بيتطلب منكم صبر كتير عالي، اذا انتوا الاثنين عم تطمحوا إلى تحقيق أسرة أو إلى تحقيق أساسات صالحة بحق العلاقة أو إشي مستديم إلى المستقبل، سواء كان علاقة جدية، سواء كان خطوبة، سواء كان زواج. ولكن عم شوف إنه بالمستقبل النظرة بينكم متمركزة أكثر على الصورة الأكبر للعلاقة، مش على التفاصيل الصغيرة اللي عم بتصير، ولكن هي على الصورة الأكبر. بالمستقبل في شغل كتير بينكم لازم يصير، ونشوف إنه في مجهود عالي بده يصير من الطرفين، لأنه هالطاقة طاقة مشتركة بينكم، من الطرفين في مجهود عالي لازم يصير، ولكن مثل أي علاقة، يعني انك تبدأ علاقة شيء وانك تخلي العلاقة دون شيء اخر. فأي علاقة انت بتطمح الى انه تخليها الى المدى البعيد او الى انك تكون مستقبل مع هالشخص، لازم يكون فيها مجهود، ما بتكون عادة سمود، او الطريق ما بيكون عادة سهل. ولكن كلا الطرفين هون مستعد لانه يحط مجهود في العلاقة. طيب، بتوقع هذا كل الشيء ناقشناه؟ ما في اي شيء مش واضح، انه لانه حكينا هل رح يكون في تواصل بينك وبين هالشخص، مش واضح هون انه في كوميونيكيشن او تواصل حرفيا بينكم، ولكن نشوف انه سواء حكيتوا مع بعض او ما حكيتوا مع بعض، نشوف انه انت عم تشتغل على حالك وهو أيضا عم يشتغل على حاله بطريقة مختلفة، لأنه أنت عم تحاول تصلح من حالك يعني أشياء، وهو عم يحاول يصلح من حاله أشياء. أنت عم تحاول تتشافى وتطور حالك، وهو عم يحاول إنه يفهم مشاعره أكثر، أو يفهم أو يستوعب إنه عادي يبين أو يظهر مشاعره، إنه شخص كتوم جدا الشخص اللي عم تتعامل معه. فعم نشوف إنه سواء حكيتوا مع بعض أو ما حكيتوا مع بعض، المجهود موجود هون، لأنه في عندكم مفهوم للصورة الأكبر اللي بدكم تحطوها مع بعض. بس هو حتى إذا ما صار في تواصل، في عندك هون ايت اوف وانز، هالكارت بيحكي على تواصل سريع، فهالشخص ممكن الشيء اللي متناقض بأمره أيضا هو إنه بده يحكي معك، ولكن الأمور مش كتير تسمح إنه هو يحكي معك، وهو متناقض
وبده يعترف لك حتى بأنه يحبك أو في مشاعر تجاهك، ولكن صعب عليه أنه يعبر. فبتوقع هالشخص بيحتاج إلى أنه يوجد نوع من الشجاعة جواته، واللي هي مبين أنه رح توجد، لأنه ذا إمبرور كارت ناري طاقة كتير دوميننت، طاقة كتير مهيمنة. فعم شوف إنه هو في عنده زي يعني ستاند أو وقفة معينة أو موقف معين رح ياخذ من الوضع، لأنه هو اللي يتقدم ويحكي معك، بالذات لو أنتي امرأة برج السرطان وهو رجل. يعني أوكي حبايبي، برج السرطان، أنا بتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها. إذا حبيت الفيديو لا تنسى تحط لي لايك وكومنت شير وسبسكرايب.